السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية بخصوص الجدول الصف الثالث متوسط. بعد تقليص عدد الفحوص، وزارة التربية تنشر جدول الامتحانات العامة لمرحلة الثالث متوسط الدراسة العربية والمناطق المشمولة بالدراسة الكردية والتركمانية للعام الدراسي 2022 الدور الأول. وهذا الجدول طبعا نفس الموعد هو يوم 29/5، لكن لما انحذفت الاجتماعيات واللغة الفرنسية نزلت جدول جديد، وإن شاء الله راح تنزل للطلاب الصف السادس الابتدائي اللي بعد ما انحذفت الاجتماعيات. فهذا جدول للثالث متوسط تبدي يوم الأحد 29/5 وتنتهي يوم الأربعاء 8/6، والسبت هاي للغة الكردية والتركمانية. يعني هذا جدول نزلته بقناتي على التليجرام، هذا الجدول الجديد والصحيح.